معانا صور قبل وبعد، حضرتك ممكن تعلق لنا عليها وتقول لنا عملوا ايه كمان؟ دي طبعا حاجه من الحاجات اللي احنا كنا اتكلمنا فيها قبل كده، الندبات حبوب الشباب. لما استخدمنا الفراكشنال ليزر مع البي ار بي وقلنا ان كل دي طبعا يعني دي هقدر اقول لك ان دي بعد جلستين طبعا مش هتبقى قادر تتخيل ازاي بعد جلستين قدرت اوصل الفراكشنال ليزر مع البي ار بي، ان احنا عملنا كومبينيشن اوف تريتمنتس. ولسه كان دكتور الاسنان قبل برضه بيتكلم على كومبينيشن. هي حاجات تولز ودكتور انت دلوقتي العلم ادالنا تولز. ليه ابقى حابس نفسي في كورن ان انا مقتصر على حاجه معينه؟ انا بي ار بي رائعه باي ذا واي، ان بي ار بي لما هستخدمها مع الفراكشنال ليزر مع الديرمارول الحاجات دي بتعمل زي انجريس في الجلد، انا دي بتساعد الريكفري، بتقلل فتره النقاهه بعد الفراكشنال ليزر. الصوره دي يا دكتور دي حبوب شباب طبعا، دي انا شايف دي حبوب نشطه اللي هي اثار حبوب شباب بس يعني ملتهبه. هنا هنحتاج علاج طبي الاول. البي ار بي باي ذا واي بتحسن كتير قوي الاحمرار اللي فاضل بين بعد اثار حبوب الشباب. ممتاز. طيب في حاجه ما لهاش اي اثار جانبيه خالص؟ يعني في ناس تقلق تقول لك ممكن يقلب معايا بحساسيه. خلينا نتكلم، لو انا رايح اعملها في المكان المضمون مع الدكتور اللي عنده خبره اللي بيستخدم احدث الاجهزه التقنيات والتعقيم المظبوط، ما بقلقش من اي حاجه. اوكي انا رايح مكان مظبوط، انا مش هقلق من حاجه. طبعا لو رحت مكان مش معروف بيستخدم انابيب انا مش عارفها، بيستخدم بيعيد استخدام الانابيب لكذا بيشنت، في ناس للاسف بتعمل كده، لازم اتوقع ان يحصل مشاكل. في الحاله دي ممكن يبقى في مشاكل، في اثار جانبيه اكيد 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 طبعا. بس يعني البي ار بي عامه هي منك ليك، يعني ما في مش هبقى قلقان من حساسيه، مش هبقى قلقان من عدوى، as long as انا في المكان السليم. اوكي مع الطبيب السليم مع التعقيم السليم، لان هو الخوف الوحيد يا دكتور من خلال اللي حضرتك شرحته هيبقى في اثناء النقل، لو في تعقيم خلاص مفيش مشكله. بالظبط بالظبط.